يعطيك العافية سامي. السلام عليكم. 30 ثانية قلتوا لنا. 30 ثانية لا كان في سؤالين. أبو عبد الله، ظهور بهذا المستوى الأبرز بالتأكيد الأفضل منذ بداية هذا الموسم بالهلال، ربما لأسباب كثيرة، النتيجة كبيرة، أنك تنتصر على المتصدر، كل هذه الأشياء في صالح الهلال اليوم. نقرب شوي بس عشان اللعيبة بيطلعون. عبد الرحمن، لن يتغير الخطاب اللي احنا وجهناه، يجب على الجميع أن يصبر. رغم فوزنا اليوم وأدائنا في مباراة، لأن هذه بداية، لكن بداية التصحيح وبداية خلق روح الانسجام، بداية أن احنا كيف نكون فريق، لكن لا زال أمامنا الكثير والكثير من العمل، لا زال أمامنا الكثير من الأخطاء يجب أن نحسنها، يجب أن نصنع فريق أقوى من كذا. يعني احنا لن نغير الخطاب الإعلامي بمجرد أن احنا كسبنا النادي الأهلي ب4-0، الخطاب يقول أنه أصبروا علينا، لا زال أمامنا المشوار طويل، لا زال أمامنا أخطاء، لا زالنا نبني فريق. اليوم نتكلم عن 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 أن احنا نفتقد تقريبا 30 أو 40%، إصابة رماش، ابتعاد نواف العابد، رجوع عبد العزيز الدوسري، عدم كامل جاهزية إيمانة، أيضا الغنام، يعني احنا نفتقد إلى عناصر كثيرة، ومع ذلك الفريق أدى. لكن احنا نبغى نبني فريق، دائما لما ننزل مباريات ننزل مباريات واحنا عندنا ثقة، إن عندنا نظام، ونقدر في كل مرة نقدر ما ننزل ويدينا على قلوبنا. احنا اليوم بنلعب مع فريق متوسط وفريق ضعيف وفريق قوي، نحن ما نعرف شو النتيجة. بس فنيا كابتن، اختلف الهلال عن المباريات الماضية، لا زال امامنا اشياء كثيرة يجب ان نصححها فنيا. زي ما قلنا احنا قلنا عبد الرحمن ان احنا نبغى نبني فريق قوي، الفريق هذا هو قادر انه يلعب بالشكل اللي انت شفته. هذه انا ما اقول لك انه لو تجي المباراة اللي بعدها ونخسر او المباراة بعدها نفوز، لازلنا احنا نبحث عن فريق قوي، فريق يصنع يعني ان احنا نروح الى مستوى اعلى. ولكن كابتن، في حديث سابق لك، ربما الشريحه الكبرى على الاقل من خلال متابعه الجماهير لم ترضى لكلام سامي الجابر حينما قال لا تطالبون ببطوله هذا الموسم، لا زلت الخطاب نفسه، لا تطالبون ببطوله، لا احد يطالب احد ببطوله، حتى لا تدخلونا في ضغط، الضغط هذا اللي هو يولد دائما الانفجار، والانفجار يكون في عدم مصلحة الفريق. الفريق عندما لا يلعب بضغوط ويكون عناصره جاهزة، يحس اللاعب انه هو مكتمل. صدقني الهلال ما يقدر احد يوقفه. مو الخطاب الحين يتغير بعد 4-0 مع النادي الاهلي، فعلا احنا نبني فريق، لانه حاسبونا في نهايه الموسم. انت لما تتكلم بالاسلوب هذا تعتقد انه هذا ما ياثر علينا، انك تطالب ببطوله وبطوله واحنا قاعدين نغير فريق، جلد فريق كامل. يعني انا ما اعطي الاعذار، او اني انا لازم عند خطابي، هذا رايي، اللي يقبل رايي على عيني وعلى راسي، اللي ما يقبل رايي على عيني وعلى راسي، لكن هذا هو رايي. اليوم ان احنا بدانا تصحيح، لكن لا زالت لدينا اخطاء، لا زال لدينا غيابات، لا زال لدينا اشياء يجب ان نحسنها اكثر واكثر. انا اعتقد حتى بالخساره اليوم، لو خسرنا لا قدر الله من الاهلي، سيكون نفس الكلام هذا. اداريا كابتن، فيما يخص حسن العتيبي، دارت الحديث عدم الانضباطيه، لذلك يغيب لمباراتين، هل هذا الامر صحيح؟ والله هذه امور خارج الملعب، اتمنى من الاعلام عدم التدخل فيها، لانه لاعب اساسي ويغيب كابتن فجاه. انا ارجو من الاعلام عدم التدخل فيها، هذا شيء بين اللاعب وبين الناديه، واعتقد انه حسن واحد من ابناء النادي، من ابناء النادي المهمين، قد يكون هناك ظرف، لكن انا ابعد الاعلام كليا عن لاعبتي، بما انه لاعبتي رجاء للجميع. اللاعبين نادي الهلال ليسوا فقط هم ابناء النادي الهلال، في غياب احد هناك رجل اخر يكون مكانه. اخيرا كابتن، فيما يخصك، وظهر على الاعلام أنه الأمير محمد بن فيصل في مطالباتك المالية قال هناك عضو شرف قد وعده، أنت قلت ما تبقى لك مستحقات على درس. والله برضو أرجع وأقول الأمير محمد بن فيصل في عهد إدارته، وهو رجل، حتى لو أنه هذه الأشياء ما تمت تبقى بيننا في البيت الهلالي، أنا أتمنى حتى أنه يعني كل ما يحاك وكل ما يقال يبقى داخل بيتنا الجميل، اللي بدأت الأمور فيه بعض الخربشات، لكن الحمد لله بدأت الأمور تصحى. بتسكر الباب واجد؟ والله أنا ما أبغى أسكر الباب، لكن أبغى أطالب برضو. علاش أسامة استنى شوي، أبغى أقول شيء مهم. يعني أن لا حبيبي، أنت العين والحاجب اليوم، ما بيقول. فأنا أقول لك أن إحنا برضو ما رح يتغير شيء. جمهورنا العزيز، أرجوكم أن إحنا اليوم لا نصب أنفسنا أن إحنا حققنا بطولة الدوري، انتظرونا إلى نهاية الموسم بإذن، وقيمونا في نهاية الموسم، لأنه احنا نحتاج إلى العمل المزيد، ونحتاجكم أنتم تكونون معنا. هذا الشيء حتى لا سمح الله قلت لك، لو خسرنا اليوم حيكون نفس الخطاب. شكرا للجميع، نتمنى التوفيق إن شاء الله. شكرا لك. شكرا للكابتن سامي الجابر. تحول لك ماجد. ماجد تفضل.